والآن الفنان دوريد لحام. شكرا يا قلبي، شكرا. يسلم ايديكم وكتر خيركم واهلا وسهلا فيكم. في عندي ابن اختي عنده طفلين حلوين هيك مثل اطفالكم، يخلي لكم الهي، واللي ما عنده الله يطعمه. بنيه صغيره اسمها ميرا وصبي صغير اسمه علي، وياهم قاعدين بيناتنا. اهلا وسهلا خالو، كيفكم؟ تمام. المهم ابن اختي كان مره واقف على المرايه عم يحلق دقنه الصبح، فرقدت بنته الصغيره ميرا لعند امها، قالت لها: ماما ليش انت ما لك دقن مثل بابا تحلقيها كل يوم؟ قبل ما تجاوب الام كان الصغير علي نط، قال لها: يا زكيه، المره ما بيطلع لها دقن لانه صعب تسكت 5 دقائق لتحلقها. قد ما كنتوا شاطرين بالقراءة مع دوريد ما رح نحكي، خلينا نشوف. لا تأخذني أخرتك شوي، لأنه كنت قصيدة، لأنه حبيبي عم بعملها، أنا بكتب قصايد، مشغول شوي، كنت عم بكتب قصيدة. أنا قصيدة حب. لماذا تم رامي شو؟ تم ايه؟ لماذا تمرة تمرمري؟ أيوة مظبوط. أخي لا، لماذا تمرمري نني هيك تاب على هيك نني. لماذا تمرمري نني؟ لماذا تكايدي؟ هذا حبك. أيوة أنا فكرت بحب بيلي لأنه هون مثل همزة. معناتها لازم عيد كتابتها. هاي شو هاي؟ أرى هاي لشو؟ لا لا تمزمزي أو جاي فيه أفلاك الأحمر القمر. لذلك لا شو كتبت أنا هون؟ اما انا ما عم بفهم. تمزمزي مزبوط. تمزمزي او جاعي او جاعي يعني وجاعي. طيب شو هاي؟ لماذا تكايدي نني. نني تجي بعدين، يعني ليش عم تكايديني معناتها. فانا مشلوح في بطن العصفور اهضم ذاتي بذاتي إلى ذاتي. حبيت القصيدة. شو رأيك يا القصيدة؟ لا منيحة. يعني على نظرية الجر واللعي عم فكر صير جر كتير والعي كتير، بركي بخلص من الحلاقة. نصيحة إعلانية وراجعين. عالم دوريد لهذه الحلقة، من الأردن فارس حزبون 6 سنوات، من السعودية نواف الشهري 6 سنوات، من لبنان نادية متراك 7 سنوات. شكرا. بعد الأهلة والسهلة فيكم كمان وكمان، اسمحوا لي أهل وسهل بأصدقائي الصغار. أهلا وسهلا حبيبي. مرحبا. كيفك؟ منيح. نعم منيح. ما اسمك؟ فارس. فارس ماذا؟ فارس وائل حزبون. ماذا؟ فارس وائل حزبون. فارس حزبون. من أين أتيت؟ من عمان.
مع من أتيت؟ مع أمي وأخي. أمك ومن؟ وأخي. وأخوك. أين يجلسان؟ بس أخوي رايح يلعب. أخوك الذي يجلس إلى يسار أمك؟ هذا هو أخوك الذي يلبس هذه الكنزة المخططة هكذا؟ لا، رايح يلعب. ذهب يلعب. حضرت أمك فقط. أنا سألتك أين يجلسان، لازم أقول ولا أين يجلسون؟ يجلسون. يجلسون. أليس كذلك؟ نعم. ماذا يفعلون في عمان؟ يشتغلون. نشتغلون. نعم. يشتغلون بيع الخضروات ودفاع عن شو اسمه بلدي ما. وأنا أحقه لك. نعم. أريد أن أسألك، هل على الناس أن يقولوا الحقيقة أم ماذا؟ أحيانا. لماذا أحيانا ليس دائما؟ لأنه كل حقيقة ليس سهلا يفهم الناس بعض الأحيان. نعم. وهل أنت تقول الحقيقة دائما أم تخفي في بعض الأحيان شيئا عن أهلك؟ أخفي بعض الشيء. أريد أن أعرف مثالا، فهل أخفيت مرة واحدة شيئا عن أهلك؟ ماذا؟ أحكوها لك؟ لا لا لا. إذن ماذا أخفيت عنها؟ أخفيت شغلة. لا أخفيت شغلة. هل هذا صحيح يا سيدتي؟ فارس مسموح لك تحكي كل شيء بدك اياه ومسامحتك. خلص. ماذا أخفيت عنها؟ لم أتذكر. هل لك أن تذكريه يا سيدتي؟ ممكن أكلت شوكولاتة أكثر من اللزوم؟ مرة كنت أبغى شوكولاتة. إيه ماذا حصل؟ أكلت 4 شوكولاتات باليوم. واحد. بدون أن تدري أمه؟ لا. سرقتها من البراد من الثلاجة؟ وكيف سمحت لنفسك أن تسرق من الثلاجة؟ أخذت. نعم؟ أنا لم أسرق، أخذت. أخذتها لم تسرقها. هل تعتبر نفسك ذكيا أم غبيا؟ ذكيا. ذكيا. ما الفرق بين الذكي والغبي؟ الذكي يعرف كل شيء والغبي لا يعرف ولا شيء. نعم. مثل ماذا كل شيء يعرف؟ هل أنت تعرف كل شيء؟ يعني مثلا هل تعرف كم شخصا يوجد في هذا الاستوديو؟ زعدتهم. هكذا من نظرة لا يمكن. هل سبق أن ذهبت إلى مصر؟ نعم ذهبت. كم مرة؟ مرتين. إلى مصر ماذا رأيت فيها؟ لقيت فندقا و وبركة. وبركة مليئة بالمياه. نعم. وهل رأيت النيل؟ لا لم أروح إلى الصحراء. لم تروح إلى الصحراء؟ لا. نعم. وهل سمعت عن الأهرامات؟ نعم. ما رأيك بها وما هي تلك الأهرامات؟ ماذا تعني؟ ماذا تعني الأهرامات؟ نعم. الأهرامات هي شغلة بنوها الفراعنة في القرن السابق. في القرن السابق. ولماذا بنوها؟ لا أعرف. لا تعرف. ولم تقرأ عن ذلك؟ لا. هل هي كبيرة؟ نعم. مثلا هل بحجم هذا المكان أم أكبر؟ أكبر بقليل. أكبر بقليل. أشكرك يا صديقي فارس. شو اسمك حبيبي؟
نواف الشيري. نواف الشيري؟ ايه. اهي اهلا وسهلا نواف، منين جيت نواف؟ من الرياض. من الرياض، يعني من المملكة ها؟ مين اجا معك؟ اخويا. وينه؟ يا اهلا اهلا وسهلا. لنفرض هيك غمضت عيونك، غمض عيونك، بعدك مغمض شايف شيء؟ لنفرض انك فتحت عيونك فجاه لقيت قدامك الله اعطاك 1,000,000 ريال، شو بتعمل فيهم؟ اول اشتري فياجرا واتجوز 4 بنات. اشتري قال مامت هي اللي بيشتري قال فياجرا. شو لون الفياجرا؟ احمر. لون احمر، اي غير اللي بتعرفوه انت. وقديش قدها يعني كبرى حجمها قديش؟ الى دواليب؟ كم دولاب؟ 4. 4 دواليب الى؟ انا طلعت سيارة هذه. 4 دواليب. انت ليش بدك فياجرا؟ ليش ما بتاخذ مرسيدس مثلا؟ أحب الفياجرا. أصلا تحب الفياجرا أكثر؟ بتسرع بالمشي؟ سريعة؟ لا. الفياجرا سريعة؟ كم كيلو متر يعني بتسرع؟ 50 40 100؟ 40. بطيئة يعني سيارة بطيئة هذه ها؟ طيب نواف، هلأ لنفرض غمضت عيونك وفتحتهم والله بعت لك هيك رأسا 10 ملايين ريال، شو بتعمل فيهم؟ اشتري كاميرا واتجوز 4 بنات. تمام. هو المهم يعني قد ما بعت له المهم بده ياخذ 4، بعدين مرسيدس اودي مو هيك، فياجرا كله ما بتفرق مو هيك؟ بدك تعمل لهم عرس واحد للأربعة؟ يعني تقعد انت بالنص وتنتين من هون تنتين من هون وحتغنوا بالعرس؟ شو حتغنوا؟ هات لشوف شو حتغني بعرسك. العنود. العنود؟ غني لنا يا هلا شوف كيف هذه الغنية. العنود العنود اللي سكنت الروح ليها لعنتها والشوق اللي عنتها والناس مضبوطة؟ انت مضبوط انا؟ العنود مضبوطة هيك صح؟ طبعا بدنا ان شاء الله هيك نفرح بنواف بس يكبر، وبدك تعزمنا على عرسك؟ ها؟ فمشان عرسه ان شاء الله القادم بدي من حضراتكم تحيوه بزلغوطة وتصفيقة. معناتها حبيبي ما تنسى هلا بدك تعزمهم كلهم، تاخذ قبل ما تروح تاخذ اسمائهم ها مشان تبعث لهم بطاقات. اوكي، الى اللقاء نواف. صديقتي عزيزتي نادية. كيفك يا نادية؟ منيحة. انت منين قلبي؟ انا من المينا. من طرابلس يعني؟ ايه عدي مني حبيبتي، لا ارتاحي ريحي حالك. ايه من المينا بطرابلس يعني من لبنان. منين اجا معك؟ من طرابلس. هو امي من طرابلس وانا من بيروت. ايه. امك من طرابلس وانت من بيروت وبابا من صيدا؟
من بيروت كمان. كاثنين من بيروت وواحد من طرابلس يعني صرتوا. يعني مين هلا معك هون الجماعه؟ هلا معي ام وبي واختي وقرايبينا. يا اهلا وسهلا فيكم. شرفتوا شرفتوا. اهلا وسهلا. هلا مسترجع وحترجع حضرتك لطرابلس وحضرتك لبيروت؟ لا اكيد. اختك الصغيره هذه كانها بتشبهك. ونحن توم. والله ما شاء الله. تقبشوني قد عمرك يا حبيبي ناديا؟ انا 7 سنين ونص. ومين باعتبار انت واختك توم مين نزل قبل من بطن ماما؟ انا. انت نزلتي قبلها. انت اكبر منها يعني؟ لا قد بعدنا، بس انا اكبر منها ب5 دقائق. دخلك لما نزلتي من بطن امك وبعد 5 دقائق نزلت اختك، فرحتي فيها؟ شو بدي اعرف انا ما بعد طفلة صغيرة، كيف بدي اعرف؟ وهلا صرتي طفلة كبيرة تقريبا. دخلك ابوك وامك بيلبسوا محابس؟ ليش بيلبسوا العرسان او ال اذا لبسوا محابس تي يضلوا محبوسين مع بعضهم. بس سمعت في بعض الاحيان انه في رجال متجوزين ما بيلبسوا محبس، ليه؟ لانه بدهم يتهربوا من بعضهم. كيف يعني بتهربوا من بعضهم؟ يعني ما بحبوا بعضهم، بدهم يروحوا من بعضهم. ابوك وامك بضلوا لابسين المحابس ولا اوقات بينسوهم؟ اوقات بينسوهم. بتعرفي صديقتي نادية، ما بعرف سميكي نادية ولا مريم نور، ما عم بعرف. نادية. صديقتي نادية، أنا الحقيقة بحب التوم، بحب يكون عندي توم. شو لازم أكل لجيب توم؟ تاكل عنبتين ملزقين ببعضهم بيصير عندك توم. إذا كرستين ملزقين كمان بيصير عندك توم ناصحين نقطة صغيرة. طيب، وإذا لنفرض يعني أكلت بطيخة بيصير عندك واحد هالقد طبوز كتير. بيجيني ولد سمين يعني هيك. ايه هالقد. وبرأيك الزيت الزيتون منيح؟ كتير منيح. لشو؟ مثلا أنا مرة إجاني حساسية، حطيت لي امي زيت زيتون خف كتير منيح. معناتها زيت الزيتون يعتبر للحساسية اوقات. مو دايما. السمنة؟ سمنة؟ ايه تاكلوها. ايه شو بتفيد؟ ما بعرف في انه ما بعرف كيف يعني هيك السمنة يعني بقى مو منيحة للحساسية؟ مو منيحة. تاكلي زيتون انتي؟ زعتر؟ كثير بتاكلي زعتر؟ لا بس هلا بطلت عم باكل زعتر بس بعدني ذكية. نصيحة إعلامية ورجعيت. شكرا يسلموا. صحته اسعدته لما كبر واسعدتنا إلنا اكثر، بس اتعبته لما كان صغير. رحبوا معي بالفنان السعودي فهد الحيان. Thank you.
طبعا احنا اما انا خايف بس بس الحذر حرج هذا الكرسي حاول لحظة شوي لو سمحت لو سمحت الله يخليك يعني على اساس الاحتياطات الله يخليك يعني هالقد ما تاكل له الكرسي يا اهلا وسهلا استاذ فهد الله يخليك حيا يعني فعلا يعني كثير لما نشوفك ونشوف بقيه زملاء بطاش مطاش بتدخلوا الابتسامه لقلبنا وبترسموا الضحكه على وجوهنا كثير شكرا لكم بس شو حكايه هذه مساله انه الصحه اتعبتك وانت صغير او سببت لك بعض المشاكل الحقيقه انا في صغري نعم كنت تخين ايوه هلا رفيع يعني لكن كنت أعمل كل شيء يعمله الحيف نعم يعني أطمر فوق حيطة أدخل مش عارف إيش أتشقلب بس شقلب طبعا فيها فكات و... نعم. بس ماشي يعني أهم شيء الواحد يسوي اللي عليه تتذكر مرة كنت عايز يعني هذه من المساوئ اللي كانت في طفولتي يعني كنت أبغى أهرب من المدرسة ما ادري كنت متضايق او شغله ما يعني كنت تهرب كثير في يعني في مرحله المرحلات لكن الحمد لله تخرجت ومشي الحال نعم ففي المدرسه معروف اني اتخن واحد في المدرسه ما في احد يتخمني تلثمت اساسا متخبي فرميت الشنطه ورميت الاغراض اساسا تثقل علي رميته منين يعني؟ رميته من فوق الحيطة فوق السور تبع المدرسة فوق السور مشان ايه. فأول ما حطيتها مر علي واحد قال وين رايح يا فهد؟ شو عرفني؟ نسيت اني تخين متخفي وقال لك فهد فوصلت مش عارف بغالي نص ساعة واحد مر علي بشكل سريع نحيف تركع طخ طخ يخرب بيتك فمر علي واحد يا فهد الله يهديك اقعد قلت لا ما طلعت فوق الحيطة جاء الظاهر مدرس مش عارف ايش قال يطلع قلت اقول انا كنت وجهي للحيطه مدرس ضحك وراح فوقفت على الجدار والله مساح يعني قلت ما بدهاش نط وغمض يعني سكر عيوني ونط نطيت في لحظه طبعا طحت على المش على الرجلين بس مش الحال في لحظه كل اللي في الساحه نطوا في ثانيه سليم فيك شيء؟ قلت لا الحمد لله ما في في ثانية واحدة كلهم طلوا علي وأنا قاعد لي نص ساعة على معدل على كل حال أستاذ فهد باسم الحضور باسم أصدقاء الصغار من أقول لك كتير كتير شكرا على تشريفك هالحلقة معنا كتير شكرا لمشاركة أبنائكم في عالم دوري أرسلوا شريط فيديو مصور إلى عنوان البرنامج MBC لبنان صندوق بريد 113-5005 بيروت لبنان شكرا إذا شفتوا طفل عم يضحك من قلبه أصغوا لضحكته بتشعروا أنه هالضحكة موسيقى إلهية عم تعزفها الملائكة حتدخل قلوبكم بدون فيديو كليب إلى اللقاء